أهلا بحضراتكم مرة تانية في مادة Techniques of Scientific Writing. في تاني محاضرة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض Tips and Tricks of Google Search. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن 20 Google Search Tips. الأول تب معانا Use the Tab. If you need image, use the Image Tab. If you are looking for a recent news article, use the news tab. كل تاب هنحاول نقراها ونطبقها عملي. لو انا بسيرش على حاجة وليكن AI تمام؟ وعايزة صور خاصة بالـ AI. لو انا عايزة صور هتكة على image او صور. تمام؟ يبدأ يعرض لي الصور. طب أنا عايزة news حوالين كلمة AI، هبدأ أضغط على news، هيبدأ يعرض لي articles أو the latest articles of AI exhibition اللي أنا بدور عليه. تاني tip use quotes. هنفترض ان احنا بندور عن ثلاث كلمات وليكن puppy dog sweaters. The engine will search those three words in any order، بأي ترتيب. لكن لو حطناهم في وسط quotes او ما بين double quotes، it will search for that phrase exactly، بنفس ترتيب الجملة اللي حضرتك كاتبها. طيب تعالوا نشوف المثال ده مع بعض. وليكن لو أنا بدور على حاجة زي روبوت بروجرامينج AI، لو جينا نبص على النتائج هيجيلي هنا وليكن في بروجرام وفي روبوتك، في هنا بروجرام روبوتك، في هنا Robotics and Artificial Intelligence AI Programming، في هنا Program Your Robot AI Programming. طيب لو أنا غيرت السيرش وعملته by double quotes بالطريقة دي وقعدت السيرش تاني، هيجيلي الثلاث كلمات لازم يظهروا في نتائج السيرش ورا بعض زي كده: robots programming AI، robots programming AI، robots programming AI، robots programming AI، وهكذا. ثالث tip use a hyphen to exclude words. طيب على المثال اللي احنا كنا شايفينه من شوية اللي هو كان عبارة عن ثلاث كلمات AI و programming و robotics، اللي هنعمل نفس المثال. تمام، احنا قلنا المثال ده ممكن يطلع اي كلمة من التلاتة بأي ترتيب. هنعمل نفس، لو عملنا نفس المثال بس قبل روبوتكس بدون اي مسافات، عملنا هايفن وعملنا ريسيرش كده تاني، ريسيرش بمعنى اعادة بحث مش بمعنى ان انا بعمل بحث علمي. هعمل ايه؟ هيطلع لي هنا التلات كلمات ما فيهمش، او اي اكسبريشن هيطلع لي ما فيهوش اي حاجه عن الروبوتكس. تمام، زي ما حضراتكم شايفين اللي هي البولدد words اللي طالعه في السيرش results كلها ما فيهاش كلمه روبوتكس. تمام، طيب رابع تب معانا اللي هو use a colon to search specific site. لو انا عايزة ادور حاجة على حاجة في سايت معين او يجيب لي results بتاعت السيرش اللي انا محتاجه من سايت بعينه. تمام، ده هنعملها ازاي؟ باضافة colon بدون اي مسافات ما بين السيرش وما بين السايت، اسم السايت اللي انا عايزة اعمل سيرشنج فيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض المثال على جوجل.
لو احنا ضفنا الكولن متبوع باسم السايت وعملنا سيرش، هيظهر لي كل النتائج من السايت اللي انا محدداه، مش هيجيب اي صفحات تانية الا لو صفحة بتشير برضو لنفس السايت. طيب جميل، خامس تب معانا find a page that links to another page. لو انا عايزة page مربوطة بأي صفحة في بيج تانية، هكتب link colon وبعدين هيظهر لي وبعدين اسم السايت اللي أنا محتاجاه، وبعدين هيظهر لي all pages that link to New York Times official website. طب تعالوا نشوف مع بعض المثال. لو احنا كتبنا link to New York Times هيظهر لي البيجز المرتبطة ب نيويورك تايمز. تيب نمبر 6 يوز asterisk وايلد كارد. يعني ايه asterisk وليه استخدمها؟ الاسترك هي العلامة اللي قدام حضراتكم دي اللي هي النجمة. طب ليه بستخدمها في عملية السيرش؟ بستخدمها في عملية السيرش عشان أبدل أي كلمة مكان الأسترك دي. يعني أنا مش فاكرة إيه اللي بين كلمة وكلمة، أو عايزة نتائج البحث بتاعتي تكون الكلمة وكلمة وبينهم أي مجموعة من الكلمات. وليكن كإكزامبل come asterisk right now asterisk me. جوجل سيرش will search for that phrase، على الجملة دي تحديدا، خلاص وانا حطها ما بين quotation اهو، knowing that the asterisk can be any word. يعني هيطلع لي التلات كلمات اللي ظاهرين او الاربع كلمات اللي ظاهرين في البحث، وممكن يطلع اي عدد من الكلمات التانية في نص السيرش او في نص النتائج السيرش. تيب نمبر 7 find sites that are similar to other sites. لو انا كتبت كلمة related وبعدين colon، وليكن مثلا related to amazon.com، مش هيجيب لي اللينكس الخاصة بامازون، لا، بديلا عن كده هيجيب لي اللينكس الخاصة بأي سايت تاني شبيه للأمازون. Instead you will find links to online stores like Amazon. طيب تعالوا نجرب كده مع بعض. لو أنا كتبت related colon amazon.com في السيرش، هيظهر لي والمارت، overstock.com، هيظهر لي مجموعة سايتس زي ما حضراتكم شايفين مختلفة، ما فيهاش الأمازون لكن هي كلها أونلاين ستورز شبه الأمازون. يبقى أنا لو أنا بدور على سايت شبيه بسايت الكونتنت أو بيقدم محتوى شبيه بالسايت اللي أنا عارفاه وعارفة محتواه، بس معرفش الريليتد بتاعه أو الشبائه السايتس الشبيهة بالسايت اللي أنا محتاجاه، تمام؟ فبالتالي بكتب related colon واسم السايت اللي أنا عايزة أطلع شبيه بتاعه. تامن تيب معانا use Google search to do math. يعني أنا ممكن أعمل عمليات رياضية جوه الجوجل search. طيب تعالوا نشوف مثال مع بعض. لو أنا جيت هنا وكتبت 4 by 5 بلس 2 هيطلع لي ايه، او بلس 5 4 by 5 بلس 2، هي كتبت بالمقلوب، تمام، هيطلع لي هنا كالكوليتر وهيطلع لي العملية الحسابية اهي اللي انا كتبها 4
باي 5 بلس 2 وهيطلع لي كالكوليتر كمان ساينتفك كالكوليتر وبالاضافه ان هو هيطلع لي مجموعه من الريزلتس المتضمنه على شرح شبيه للعمليه الحسابيه اللي انا محتاجها. تيب نمبر 9 سيرش فور مالتيبل ووردز ات وانس. عايزه ادور على كذا كلمه في وقت واحد. Best way to prepare for a job interview or exhibition تاني. How to prepare for a job interview. هما الاتنين هيظهروا لي في نتائج السيرش في نفس الوقت. طيب تعالوا نجربها كده مع بعض. لو انا في السيرش بوكس هنا هكتب الاكزامبل اللي عندنا في السلايدز وهشوف النتائج. هيطلع لي هنا 7 steps to prepare your job interview. 7 steps to prepare your job interview. How to prepare for a job interview. How to prepare for a successful job interview. تمام؟ كل التو اكسبريشنز طلعوا لي مع بعض في النتائج. طيب ليه الاكسبريشن بالظبط طلع؟ تمام؟ علشان انا عامله دبل كوتيشن. طيب تو اكسبريشنز ليه طلعوا بالظبط في النتائج؟ علشان انا عامله اور. تمام؟ اور خلت يا اما دي يا اما دي تطلع لي في النتائج بتاعتي. جميل. تيب نمبر 10 سيرش ا رينج اوف نمبرز. يعني ايه رينج اوف نمبرز؟ وات تيمز هاف won ذا ستانلي كاب سنة 2004. هيجيب لي ستانلي كاب سنة 2004. طيب لو انا قلت من 2001 ل 2004 في الحالة دي ايه؟ هيجيب لي range of teams that have won the Stanley Cup between the two years اللي انا محددهم. طيب تعالوا نشوف كده النتيجة اللي دخلنا. لو جينا هنا وكتبنا Stanley Cup between 2001 and 2004 هيجيب لي مين اللي فاز ما بين السنتين اللي أنا محددهم. Tip number 11 keep it simple. لو أنا عايزة أدور عن مطاعم البيتزا وليكن القريبة مني هكتب بيتزا places nearby. We'll grab your location and deliver a variety of results about pizza places that are near you. تمام؟ tip number 12 gradually add search terms. يعني ايه؟ لو انا مثلا عايزة ادور عن حاجة زي job interviews الفيرست try هكتب job interviews. Second try هكتب prepare for job interviews. Third try هكتب how to prepare for a job interview. ليه بكتب التوايز دي؟ جوجل نفسها اقترحت ان افضل طريقة علشان تبدأ اي سيرش متعمق تبدأ تعمله بسيط الأول بكلمات بسيطة جدا وبعدين تبدأ تزود بالتدريج عمليات السيرش بإضافة كلمات توضيحية أكتر. دي بتسهل على الإنجن نفسه إن هو يوصلك في النتائج الأولانية. تمام؟ لما تتدرج معاه بتسهل عليه إن هو يوصلك في النتائج الأولانية اللي هتظهر لك لأقرب حاجة للحاجة اللي انت محتاجها.
تمام، دي كانت تيب سريعة مش لازم ترتبط بيها، ولكن نصيحة من نصائح جوجل suggestion for search. عندنا كمان تيب نمبر 13، use words that websites would use. مثال ليها زي مثلا لو انت عندك عجلة عربيتك نايمة، في الحالة دي هتكتب أول حاجة هتيجي على دماغك تكتب في السيرش I have a flat tire، بس السايت مش هيكون عنده في الكونتنت بتاعه كلمة I have a flat tire، تمام، بين دبل كوتيشن مثلا، لأ. يبقى في الحالة دي أنت هتحتاج تكتب الكلمات اللي موجودة في الويب سايت أو اللي ممكن تبقى موجودة في الويب سايت عشان تساعدك، زي مثلا repairing a flat tire. لو انت مثلا عندك صداع، في الحالة دي هتكتب في السيرش اول حاجة هتيجي في دماغك ايه؟ تكتب my head hurts، تمام؟ لا، جوجل بتقول لك اكتب الكلمة اللي تعبر ان علاج مثلا للصداع، وليكن headache relief. خلاص، التب دي سهلة ممكن ان احنا نستخدمها في اي حاجة. تب number 14، use important words only. يعني مثلا انت عايز تدور عن مطعم صيني، خلاص مش هتكتب او مش هتستخدم where can I find a Chinese restaurant that delivers، لا، هنكتب Chinese restaurants nearby او Chinese restaurants near me. خلاص، دي في السيرش الريزلتس بتاعتك هتظهر لك أقرب مطاعم بالجوجل ماب بتاعهم كمان. تاب نمبر 15، جوجل سيرش هاز شورت كاتس. عندها اختصارات ممكن حضرتك تستخدمها علشان تسهل عملية البحث على حاجة معينة، وليكن زيب كود، هتطلع لك الزيب كود الخاص بالمنطقة اللي انت عايزها، أو لو كتبت زيب كود بس هتطلع لك الزيب كود للمكان اللي حضرتك متواجد فيه حاليا. وذر، وذر هتطلع لك فوركاستنج للجو خلال النهارده وبكره وبعده والاسبوع قدام. طب ما تيجوا نجرب كده التيبس دي، وليكن هكتب هنا وذر طلع لي فوركاستنج لأسبوع كامل. طب هكتب هنا زيب كود، هيطلع لي قائمة الرموز البريدية في مصر، هيطلع لي مكتب البريد، هيطلع لي رموز رمز بريد بوستال كود، رموز ما هو الزيب كود، الحاجات دي كلها هيطلعها لي. لو عملت مثلا كلمة تايم منصورة هيجيب لي التايم في الوقت الحالي في مدينة المنصورة. لو تايم مثلا جدة أو جدة هيجيب لي التايم الخاص بمدينة جدة. طيب لو أنا كتبت define colon AI هيجيب لي definition للحاجة اللي أنا بسأل عليها. خلاص، أو define artificial هيبدأ يجيب لي definition للكلمة أو عدة الكلمات اللي أنا أو الإكسبريشن اللي أنا بسأل عليه. عملت math example زي اللي احنا واخدينه من شوية، 9 مثلا minus 8 by 9 minus 8 by 2 هيجيب لي طبعا بناء على أولويات أو priorities بتاعة العملية بتاعتي. جوجل بتسبورت حاجات كتير جدا ممكن ان احنا نستفيد منها، وانس ان حضرتك تكتبها في السيرش مش لازم ان انت
تبقى عندك آب معين أو تفتح الآب بتاعك وتعمل الحاجة اللي أنت عايزها. لا، أنت ممكن تجيبها على طول، سواء مثلا ديفينيشن، سواء عملية حسابية، الجوجل سيرش بيساعد حضرتك فيها. تيب نمبر 16، spelling doesn't necessarily matter. يعني ايه الكلام ده؟ لو حضرتك كتبت جملة وليكن زي اللي حضرتك زي اللي قدامك دي مكتوبة بسبيلنج غلط، جوجل will automatically assume you mean to search for never gonna give you up. تمام؟ مش لازم تكون عارف السبيلنج بتاع الكلمة بالظبط. تيب نمبر 17، use descriptive words. You may search how to install drivers in Ubuntu when you really mean troubleshoot driver problems in Ubuntu. تمام؟ يعني انت مش عايز تسطب او تعمل انستالينج، لكن انت عايز ترابل شوتينج، يبقى تستخدم كلمه ترابل شوت، ما تستخدمش كلمه انستال. تيب نمبر 18، فايند ا سبيسيفيك فايل. سيرش تيرم هير فايل تايب، هتكتب انا عايزه نتيجه السيرش بفايل تايب كولن بي دي اف، هتجيب لي نتيجه السيرش بتاعتي عن بي دي افات بس للترم اللي انا حطاه. تمام؟ طب تعالوا كده نشوف مثال للكلام ده. وليكن انا عايزه AI file type colon PDF. كل نتائج السيرش بتاعتي هتكون عبارة عن بي دي اف زي ما حضراتكم شايفين. بي دي اف بس هي اللي جوجل بتعمل لها سبورتنج؟ لا، اي حاجة حضرتك عايزها وليكن دوك، هيجيب لي كله دوكيومنت فايل يتفتح بالوورد بروسيسور بتاعك. عايز باوربوينت اكتب له بي بي تي، اكتب له بس الاكستنشن بتاع الفايل هيجيب لي باوربوينت خاصة بالموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه وابدا اعمل له كاستمايزيشن زي ما انا عايز. طبعا النقطه دي ممكن حضراتكم تستفيدوا منها جدا في بروجكت الماده. تمام؟ تيب نمبر 19، money and unit conversion. دي برضو من ضمن الاختصارات، ومش بس كده، اللي مش money بس، لا ممكن كمان اي يونت لأي يونت تاني ممكن إن أنا أحوله. وليكن مثلا أنا عايز أعرف الدولار بكام النهاردة، هاجي في السيرش بتاعي وأكتب USD to Egypt pound، هيجيب لي أوتوماتيك إن الدولار النهاردة بخمستاشر جنيه 62 قرش. تمام؟ أي حاجة بقى، مايل تو كيلومتر، هيجيب لي الكونفرجن بتاعه بالظبط. انا عايز احول الليتر تو ملي متر مكعب، هيجيب لي ان هو واحد من الف كيوبيك مترز. تمام؟ اي كونفرجن من يونت ليونت تقدر حضرتك تعملها بسهولة جدا في السيرش في جوجل. آخر تب لذيذة جدا في اللي بيحبوا الأونلاين شوبينج والكلام ده، إن أنت تقدر من الجوجل سيرش بتاعك إن أنت تعمل تراكينج للباكج بتاعتك، وصلت فين والمراحل بتاعتها بالظبط، ماشي، من نقطة تسليم لحد ما توصل لبيتك، بتتتبعها عن طريق ان انت فقط لا غير هتدخل اليو بي اس او اليو اس بي اس او الفيدكس تراكينج نمبر مباشرة في الجوجل سيرش بار، هيجيب لك الشحنة دي فين دلوقتي.
أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتوا من العشرين تب للجوجل سيرش اللي احنا عوضناهم النهاردة معاكم، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في المحاضرة الجاية. الجوجل سيرش تبس مش هتلاقوها في كتاب المقرر عندكم، حضراتكم هتقدروا إن انتوا تستخدموا السلايدز دي، هتترفع لكم على البروفايل بتاعكم، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم.